قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اجتمع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة لبحث الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أضاف البيت الأبيض في بيان أنه مناقشا أيضا جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك سبل زيادة تدفق المساعدات الضرورية إلى القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الثنائية. The president was certainly familiar with what his son was going through.